طريقة تعليمية مبتكرة تقدمت بها سمية بعد سنوات قليلة من تخرجها لتكون ضمن الأفكار المشاركة في الورشة الخاصة بتحسين الوسائل التعليمية في محافظة أبين، حيث ترى فيها وسيلة مساعدة في تسهيل الاستيعاب العلمي للأطفال. الهدف من المسرح التعليمي كيف أننا احنا نوصل مع الدروس اللي تكون ثقيلة على الأطفال، كيف احنا ممكن نجعلها بحوار بمسرحية أو تمثيلية أو قصة يجعل من الأطفال يستمتعوا بالدرس. نحن نحاول أن نجعل اللعب في التعليم، كيف أن الطالب يتعلم ويلعب بنفس الوقت. ممكن نستعين فيه في دروس اللغة العربية مثل الأفعال، قصص الأفعال المضارعة والماضية والأمر، أو ممكن تكون في الحروف الجر وحروف العطفية. هنا تحاول المعلمات شرح أفكارهن التي جاءت بعد أسبوع من العمل المتواصل بهدف تعزيز العملية التعليمية وتقديم أفكار مساعدة في تطويرها. وجدنا اللوحات البسيطة التي انتجت من المواد الطبيعية بشكلها البسيط، ولكنها ثمينة بأيادي من رسمت هذه الوسائل وأثمن وأغلى منها بما انتجت هذه الوسائل. الورشة الخاصة بتحسين الوسائل التعليمية في مدارس المحافظة كانت استثماراً لطاقات المعلمين الشباب وإشراكهم في إيجاد حلول تسهم في النهوض بالتعليم بعد حالة التردي الذي وصل إليها. هذا اليوم هو ختام لورشة إنتاج الوسائل التعليمية التي نظمتها المدرسة لمدة أسبوع. كان ختام جيد يليق بما قدمه المعلمون من وسائل تعليمية، وهم لأول مرة يشاركون في مثل كذا ورشة. اختتام الورشة العملية التي نفذتها مدارس النهضة في جعار جاء بإشراف مباشر من مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر، لتكون بداية في تنفيذ الأفكار والعمل بها في جميع مدارس المديرية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.